التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس عارضا من وزراء الخارجية على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، ودارين فيلد وزير خارجية البهاما، وبياتريس عطلة وزيرة خارجية مدغشقر، وأنجلينو ألفانو وزير الخارجية الإيطالي، وفلاح مصطفى بكر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق. جرى خلال لقاءات بحث أواصر العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والمواقف السياسية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.